في موضوع آخر، سكر طبيعي مستخلص من التمور، قد يبدو الأمر غريبا ربما لقلة المصانع التي تنشط في المجال، لكن الجزائر استطاعت تسجيل اسمها في القائمة كثالث بلد في العالم ينتج هذه المادة. مزيد من التفاصيل مع سوريا شعلال. هي الأجزاء الأخيرة من تركيب الآلات الإيطالية الخاصة بتحويل التمور إلى سكر في أولى الخطوات لإنهاء عهد احتكار السكر بالجزائر. هي كلها آلات إيطالية وهي الأولى من نوعها في الجزائر. نحن على وشك إنهاء تركيب العتاد الخاص بتحويل التمور إلى السكر الطبيعي. هي آلات سهلة الاستعمال، تتطلب 30 شخصا، كما أنها تعمل لمدة 24 ساعة. المنتج الذي سيكون في البداية عبارة عن سائل سيتم توجيهه نحو السوق الوطنية قبل أن يوجه نحو الأسواق الخارجية. وان شاء الله في الاستخلاص تاعو ليكيد دافور لو ليكيد، ومن بعد ان شاء الله كي نعودوا متحكمين في التكنولوجيا هذه نروحوا لافاز تاع الكريستاليزي. وجهنا نسبه كبيره ياسر المواطنين كيف، وهو ان شاء الله يعود بديل. اول حاجه بديل كما نقولوا السكر، لا يروح للسكر هذا الابيض، يعود له سكر مستخلص من برودوي نوبل. مشاريع عملاقة تنطلق من صحراء الجزائر لم تكن سوى ثمرة نجاح تجربة جزائرية إيرانية إيطالية. كانت هذه آخر الرتوشات التي تخص إنشاء مصنع السكر بالجزائر، والذي قاربت نسبة الأشغال به 90%. المصنع الأول من نوعه بالجزائر والثالث عالميا في إنتاج السكر المستخلص من التمور، الذي سيقوم باستغلال تمور أكثر من 15 ولاية جنوبية منتجة له، وسيغطي 20% من إنتاج السكر الذي لا يزال محتكرا من بعض الأطراف في الجزائر. من داخل مصنع السكر بولاية بسكرة، سوريا شعلال لقناة النهار.